فريلانس اللي استعملها ستانلي كيوبريك لحتى يصور لقطة الشموع الشهيرة. Boasted that the British ambassador in Berlin was his uncle, and even offered Captain Potsdorf a letter of introduction. Carl Zeiss Planer, aperture تبعه 0.7. Carl Zeiss بسنة 1966 عمل بس 10 منه لهاللنسات. 6 استعملوهم ناسا لحتى يصوروا Dark Side of the Moon. لا مش هيدا قصدي عن هيدا. 3 استعملهم ستانلي كيوبريك لحتى يصور لقطة الشموع الشهيرة. وحدة ضلت مع اللي عملهم كارل زيس. وشو سعر هيدا اللانس اللي عم فكر يجيب منها لتصوير الأعراس؟ 150,000 دولار. بس بتعرف اللي بيصوروا أعراس بيطلعوا 150,000 دولار. وهيدا اللانس ما بتنباع إلا بالمزادات. وأصلا هلا يمكن ما عادش عم بيبيعوا منها، صارت موجودة بس بالمتاحف وبس العالم بتروح تدفع مصاري لحتى تفوت تتفرج عليها. إيه فما تنسى السبسكرايب واللايك والشير والجرس تاعت الجرس، وهذا الجرس لحتى تضل تعرف معلومات جديدة ما كنت تعرفها.